2005 كانت بداية الهيمنة الأفريقية للنادي الأهلي في الألفية الثالثة. بنينا جيل صنفته الأغلبية إنه الأقوى في تاريخ القارة. وتحت قيادة فنية لسليل المستكشف البرتغالي فاسكو دي جاما، قدر ساحرنا البرتغالي مانويل جوزيه يعيد استكشاف القارة السمراء كروياً، وقيادتها للعالمية للمرة الأولى في تجربة وليدة أضافت خبرة للسنة والسنين اللي بعد كده. وهتاري هاجمة ناحية اليمين لشيكو، وشيكو راجعها ورا ويلعب الكرة من عنده خطرة، واعتبر حضرتك صحيح، احنا ما بنفشلش، احنا بنتعلم من اخطائنا علشان نكرر التجربه من غيرها وننجح، وده اللي حصل بالفعل في السنه اللي بعدها 2006. ومين ينسى حدوته ابو تريكا ورادس وكاس افريقيا لروح نجمنا الراحل محمد عبد الوهاب الله يرحمه. علشان نرجع تاني نروح اليابان ونقدم هناك نسخه ممتعه ننهي بيها المطاف ببرونزيه في انجاز هو الأكبر وقتها إفريقياً وعربياً وعلى صعيد الأندية. في أول ربع ساعة يا سابر نمشي كورة خطيرة بالرأس يا ساتر، وهدف التعادل. قلت لك يفرق 2007 وفرصة للتاريخ محدش وصل لها قبل كده. جيل ذهبي في قمة مستواه بيلعب على فرصة الاحتفاظ باللقب للعام الثالث على التوالي، والأسباب كلنا عارفينها ذهاباً وإياباً. ضاع الحلم وسط جمهورنا في ليلة اتحولت من الذهب الى الفضه. وتمشي كوره ممتازه، ممكن هي الضربه والجول والهدف الاول يا الله يا غربي. احب افكركم اننا في 2008 قدرنا نحقق اللقب الافريقي، يعني كان ممكن نحقق رباعيه تاريخيه متتاليه، لكن زي ما قال المتنبي ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. لكن برضو كره القدم دايما بتدي لك فرصه للعوده. في نهائي القرن ومباراة على صفيح ساخن يتم الحسم وعودة اللقب بعد غياب 7 سنين علشان نيجي في 2021 وننجح بفضل ربنا وجمهورنا وتعبنا في الاحتفاظ باللقب. دلوقتي خلاص خطوة واحدة بإذن الله ونحقق إنجاز جديد ما حصلش قبل كده، التالتة على التوالي وال11 لينا. حاربوا عليها يا رجالة لجمهورنا ولينا وليا بشكل خاص. أتمنى إن آخر بطولة أفريقية ليا تكون بنفس رقمي اللي شلته على ظهري لفريقي اللي ياما حلمت بيه، ال11 يا أهلي.